فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. هذه مصيبة عظيمة، دل على أن اختلاف التضاد يؤدي إلى الكفر، يؤدي إلى الكفر، وأن من ثبت على الحق فهو مؤمن، ومن ترك الحق وذهب معه فهو كافر. ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر.